بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مشترق السمع، ومشترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفاً من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسمأ سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الباب أدرجه المؤلف عليه رحمة الله في كتاب التوحيد، وعلاقته بالتوحيد ظاهرة، فإنه بعد أن ذكر أن كثيرًا من الذين يعبدون الأوثان والأصنام إنما لأنها ترمز إما إلى الملائكة وإما إلى أولياء وصالحين وأنبياء، فذكر قبل هذا الباب كيف أن أفضل البشر صلى الله عليه وسلم يبين الله له
في القرآن بأن ليس له من الأمر شيء، ينزل عليه قرآناً يتلى ليس لك من الأمر شيء، يعني من أمر الخلق، وهو صلى الله عليه وسلم يخاطب أقرب الناس إليه ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا، فدل على أن الأمر كله متعلق بالله عز وجل، وأن العبيد لا بد أن يتوجهوا إلى الله عز وجل، ولا يظنون أن هناك من له شفاعة لازمة وله وساطة لازمة لا ترد، كما يظن المشركون في أصنامهم الذين يقولون ما نعبدهم إلا لتقربنا إلى الله زلفى. فبعد أن بين أن أفضل البشر يخاف من الله ويخشاه وأنه ليس له من الأمر شيء حتى لا يتعلق به متعلق من دون الله، بين أن الملائكة كذلك، وأنها تخاف من الله خوفاً شديداً، وأنها تصعق إذا سمعت كلام الله عز وجل. فذكر الآية التي تبين حالهم وجعلها عنوان الباب: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا التفسير الذي سمعتم في الأحاديث هو تفسير لهذه الآية، وهو أن الملائكة إذا تكلم الله بالوحي وإذا قضى الله أمراً في السماء فإنهم يسمعون صوتاً كأنه سلسلة على صفوان. السلسلة إذا وضعت على حجر أملس فإنها تصدر صوتاً، فعندئذ يعرفون أن الله عز وجل تكلم بالوحي، فالسماء ترتعد وترتجف، وهم يأخذهم غشي من شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى فيسجدون لله عز وجل. وهذا في جميع السماوات السبع، كل سماء يسجد ملائكتها عندما يسمعون كلام الله عز وجل، وتأخذهم رعدة شديدة، ومنهم جبريل الذي هو سيد الملائكة، فإنه يسجد لله سبحانه وتعالى، فإذا قضى الله أمره وفزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوبهم، وفزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم، فإنهم يتساءلون ماذا قال ربكم، يعني ما هو الوحي الذي أمر الله عز وجل به. ففي الحديث الأول كأن بعضهم يرد على بعض ويقول قال الحق والوحي سمعه جبريل، والحديث الثاني يدل على أنهم يسألون جبريل لأنه هو الذي تلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى. فأما من قال أن بعضهم يرد على بعض ويقول قال الحق، فلأنه معلوم أن الله لا يقول إلا الحق، فهم يعظمون الله ويقدسونه ويشهدون أنه قال الحق. ومن قال أن جبريل هو الذي أجابهم فهو أيضاً تلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب فيه فوائد عظيمة جداً، منها ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع، ولذلك جبريل يسمع الوحي من الله سبحانه وتعالى، جبريل يسمع الوحي من الله ثم ينقله إلى من يشاء. وهذا بخلاف قول أهل البدع الذين قالوا عن القرآن أنه مخلوق، وقالوا عن الوحي أنه عبارة عن كلام الله، فهذا يرد عليهم،
لأنه قال: قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، وإنما ماذا قال، والقول غير الخلق. فهذا يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، فإن الله يتكلم بكلام مسموع. وأما الذين أنكروا كلام الله عز وجل فإنهم بنوا إنكارهم على استنتاجات عقلية باطلة، وقالوا إن الكلام لا بد أن يكون بحرف، والحرف والأصوات تحتاج إلى أسنان وأضراس بحيث يخرج كل حرف من مخرجه، وهذه لا يمكن أن نقول، لأن هذه هي حال المخلوق، والله عز وجل لا يشبه المخلوقين. فأما قولهم إن الله لا يشبه المخلوقين فهي كلمة حق، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن من قال لهم أن كلام الله عز وجل مثل كلام المخلوقين؟ ومن قال لهم أن الكلام ينحصر في هذه الصورة؟ فهذا كله من القياس الباطل، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق، وهو قياس باطل مردود، ولأن كل صفة تناسب الموصوف. ولهذا لما حصلت الفتنة العظيمة التي تعرفون، لما اعتنق هذا المذهب المعتزلة في زمن الخليفة العباسي المأمون، وسبب اعتناقهم لهذا المذهب هم أنهم تأثروا بالفلسفة التي ترجمت في الزمن الذي يسمى زمن الترجمة، فإن الفلاسفة يتكلمون عن الله بعقولهم ويخمنون، ومن ضمن ما خمنوا القضايا التجريدية هذه التي لا يصفون الله عز وجل بقول ولا فعل، فتلقفها منهم المعتزلة. وكان رئيس القضاة عند المأمون من هؤلاء المعتزلة، فظن أن من قال إن القرآن كلام الله عز وجل فإنه يشبه الله عز وجل بالمخلوق، وأنه بهذا لا يعبد ربا حقيقة وإنما يعبد صنما. ولهذا طلب من المأمون أن يمتحن الناس والعلماء أن يقولوا إن القرآن مخلوق، وحصلت فتنة عظيمة يقول عنها المؤرخون: فتنة خلق القرآن، يعني فتنة القول بخلق القرآن. وامتحنوا الناس في ذلك امتحانا عظيما، وهذا يدل على خطورة الحاكم إذا انحرف وصار صاحب عقيدة فاسدة، فإنه يتخذ ما عنده من سلطان وقوة لحمل الناس على عقيدته المنحرفة، ويهدد الناس بما عنده من قوة. ولهذا فعل المأمون ذلك. ولهذا لما جاء بأحد العلماء وهو اسمه أحمد بن نصر الشهيد، سمي شهيد لأنه قتله في الدفاع عن الحق، أحمد بن نصر الشهيد، فجيء به إلى مجلس المأمون فقال: ماذا تقول عن القرآن؟ فقال: كلام الله منزل غير مخلوق. فقال له: أيتكلم كما يتكلم البشر؟ وهو ما قال ذلك. قال: لا لا، ما أقول هذا، أقول إنه كلام الله. فقال لهم: أعطوني السيف. وكان عنده سياف يضرب الرقاب أمامه، لكن هو من البدعة التي رسخت في ذهنه يريد أن يقتل هذا المبتدع ويتقرب إلى الله، فقال: أعطوني السيف. فأخذ السيف
وقال وقام إليه فضرب عنقه وقتله، وهذا المقتول ظلما يسمى شهيد، فقتله ظلما وهو يدافع عن عقيدة صحيحة، فأخذه أمر به فصلب على جسر في بغداد. وذكر كثير من المؤرخين قصة الله أعلم بصحتها، فهي إن حصلت فهي بيان للناس، وإن لم تحصل وقالوا أنه عند كل صلاة، لأنه صلب رأسه في مكان وجثته في مكان، فكان عند كل صلاة يسمعون الأذان من رأسه يؤذن في وقت الصلاة، ثم أمر بها بعد 3 أيام فأنزلت الجثة. فحصل فتنة عظيمة سببها انحراف هذا الحاكم وابتداعه في دين الله عز وجل، وسببها أيضا انحراف البطانة، فإن البطانة تؤثر على، ولهذا المسلم ينبغي أن يتخذ بطانة صالحة تعينه على طاعة الله، هذا أعوانه لا بد أن يعينوه على الحق، وأن يكونوا من الذين يعرفون الحق. فالواجب على الحاكم أن يختار بطانة من أهل الحق، لأنهم إن ذكر الله أعانوه، وإن أخطأ ردوه إلى الصواب، لكنه إذا اتخذ بطانة لها أهواء إما بدعية ولا أهواء شهوانية فإنهم يوافقونه على ما يقول، وهذا لا يستفيد منهم شيء، لأنه إن قال يمين قالوا يمين، وإن قالوا شمالا قال شمال. فإن كان في بعض البطانة صاحب مذهب خبيث فإنه تأثيره تأثيرا بليغا. ولهذا يقول المؤرخون إن سبب سقوط الخلافة الإسلامية لما جاء التتار واجتاحوا الخلافة الإسلامية، لأن الحاكم في ذلك الزمن اتخذ وزيرا رافضيا يسمى ابن العلقمي، وهذا الوزير أحاط الخليفة إحاطة السوار بالمعصم، وصار يكاتب أعداءه، لأن الرفض يحملون ضغينة على أهل السنة. فحصل ما حصل من النكبة المشهورة التي حصلت بسقوط الخلافة الإسلامية، وقتل من الناس مقتلة عظيمة تشبه المجازر التي نسمعها الآن في وسائل الإعلام يمينا وشمالا بسبب هذه الانحرافات الكبيرة. الشاهد في الأمر ثبت من ثبت من أهل العلم ودافعوا عن دين الله عز وجل، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وألفوا في ذلك مؤلفات، حتى رجع خلفاء بني العباس إلى الحق. وقيل إن سبب رجوعهم أنه جاء رجل عاقل ليس عليه زي العلماء، لكنه عاقل يحسن الخطاب، فدخل على المتوكل، فلما دخل عليه قال له: أحسن الله عزاءك يا أمير المؤمنين في القرآن. قال: ماذا حصل؟ قال: مات القرآن اليوم. قالوا: كيف مات القرآن؟ قال: كل مخلوق يموت، ما دام انكم تقولون هذا مخلوق فالمخلوق يموت. فتيقظت عنده الفطرة لما قال له ذلك، وأمر الناس بالكف عن الامتحان والفتنة، ثم هداه الله عز وجل ورجع إلى المذهب الحق، وهو القول بأن القرآن كلام الله عز وجل. وأنا ذكرت هذه القصة الآن ما هو لأن هذه القضية انتهت، هي لم تنتهي،
فإن كثيرا في كتب العقائد التي تدرس الآن في كثير من بلاد العالم الإسلامي فيه متأثرون بهذه البدعة لكن بأسلوب آخر، وهو أنهم ينكرون صفة الكلام لله عز وجل، الكلام الحقيقي المسموع، ويقولون إن الكلام كلام نفسي يكون بالنفس، وأن هذا القرآن الذي نزل به جبريل هو عبارة عن كلام الله، هو عبارة. فمعنى ذلك أن القرآن الذي بين دفتي المصحف ليس هو كلام الله، فإنهم يوافقون المعتزلة في النتيجة، لكنهم لا يقولون أنه مخلوق، وإنما يقولون كلام الله في نفسه، فإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة ونحو ذلك. وهذه العقائد منتشرة في كثير من بلدان المسلمين الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي، وهذه الآية وهذه الأحاديث ترد عليهم ردا صريحا، فإن الملائكة يسمعون كلام الله عز وجل، الملائكة يسمعون كلام الله عز يسمعون كلام الله عز وجل ويخافون من الله خوفا شديدا، ويعظمون شانه ويسجدون لله سبحانه وتعالى، بل حتى السماوات يأخذها رجفة ورعدة شديدة، والسماوات تعرف الله عز وجل وتسبح الله، السماوات تسبح الله وتعرف الله، هذا الخلق يعرف الله. ولهذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حصى في يده، أو أنه كانوا يأكلون طعاماً ويسمعون تسبيح الطعام، وجاء في بعض الروايات ولا أدري عن صحتها أنه وضع حصى في يده، وأنهم كانوا يسمعون تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، لكن تسبيح الطعام ثابت بحديث صحيح، وهم يأكلون الطعام أنهم يسمعون تسبيح الطعام. ومثل ذلك حنين الجذع، فمعنى ذلك أن الجذع يشعر أنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع في مسجده صلى الله عليه وسلم، فغير هذا الجذع بمنبر وجعل هذا الجذع جانبا، فلما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب حن هذا الجذع لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان يتلو عليه من القرآن والوحي، حتى سمع الحاضرون حنينه كما يحن الحوار حوار الناقة، فنزل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسكنه كما تسكن الطفل. فهذا يدل على أن مخلوقات الله عز وجل تعرف الله عز وجل وتعظمه وتسبحه، ولهذا تخاف السماوات ويكون لها فيها رعدة شديدة فيسجدون لله سبحانه وتعالى. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. والعلي الكبير هما اسمان لله سبحانه وتعالى، وكل اسم لله فإن فيه صفة، كل اسم لله فإن فيه صفة لله، فإذا قلت العلي فهذا فيه إثبات صفة العلو، إذا قلت الكبير ففيه إثبات صفة أنه أكبر من كل شيء وأنه ذو الكبرياء والعظمة، إذا قلت العزيز ففيه إثبات صفة العزة. فهذا كل اسم لله عز وجل فهو اسم فيه صفة لله سبحانه وتعالى، لا تشبه صفات المخلوقين لكنها في غاية الكمال والجمال،
وصفة العلو هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى، فإن الله أعلى من كل شيء، فالخلق تحته، لأن السماوات تحيط بالأرض، وفوق السماوات الكرسي موضع القدمين للرحمن، وفوق الكرسي العرش، من أعظم المخلوقات العرش، تحمله ملائكة عظام، وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى. فله العلو بكل أنواعه، وهو علو القهر، وعلو المكان المكانة، وعلو الذات. علو القهر، فالله قاهر لخلقه أجمعين. من الذي لا يقهر من الله سبحانه وتعالى؟ فالله قاهر فوق خلقه، ولهذا من أسمائه القهار، فهذا علو القهر. وأما علو الرتبة فهي علو المكانة والعظمة، فلا أعلى من الله سبحانه وتعالى. والثاني علو الذات، يعني أن الله سبحانه وتعالى بذاته عالٍ على خلقه، وهذه التي ينكرها كثير من أهل البدع الذين يقولون إن الله بكل مكان، أو لا يقولون أن الله عالٍ بذاته، بناء على الفلسفة التي أثرت عليهم في كلام الله عز وجل وفي القرآن، فصاروا يأتون بسفسطة لا خير فيها، وهي باطلة قطعاً. ولذلك الأحاديث الصحاحة التي أثبتت أن الله أعلى من الخلق يتأولونها ويبطلونها، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فجيء له بجارية يريد أن يعتقها صاحبها، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرف أن هذه الرقبة مؤمنة تنفع بالكفارة ولا ما هي مؤمنة، فسألها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. وأشارت إلى فوق، قالت: في السماء. والرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، لو كان في الجنب ولا أسفل ما أقرها على ذلك. فقالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. ولهذا المسلم في سجوده يقول: سبحان ربي الأعلى. هل سمعتم من أحد يقول سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله؟ وإنما يقول سبحان ربي الأعلى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع خطب الناس في عرفة، وفتح الله له أسماع الناس في عرفة يسمعون كلامه قبل أن تأتي الميكروفونات، فتح الله له أسماع أهل الوقوف في عرفة، فكان يتكلم ويقول لهم: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ يعني هل بلغت أنا ولا قصرت في شيء؟ إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فكان يرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، وينزلها عليهم: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فصفة العلو صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بكل أنواعها، صفة علو القهر، وعلو المكانة، وعلو الذات. وأما أهل البدع الذين، ولماذا نقول هذا الكلام؟ هذا ليس تاريخ ماضي، هذا الآن العقائد المنحرفة التي تدرس لأبناء المسلمين في كثير من البلدان تنكر هذا علو الذات، تنكر علو الذات، ويعتبرون أن حتى بعضهم ينكر العرش،
ويقول العرش كناية عن الملك. العرش له قوائم تحمله الملائكة، أعظم مخلوق، يقولون هذا كناية عن الملك. كناية عرش الرحمن، كم جاء من حديث وأحاديث في إثبات العرش وأن الملائكة تحمل العرش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش، من حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، فقال إن الطير لتخفق بين شحمة أذنه وعاتقه 700 سنة. 700 سنة الطير تخفق، يعني هذا يدل على عظمة هذا العرش من عظمة الملائكة التي تحمله، بل يدل على عظمة العرش أن الكرسي الذي هو موضع القدمين للرحمن، ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كدراهم وضعت في ترس أو كحلقة في أرض فلا، هذا الكرسي، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فمن هذا يعرف الإنسان لما يقول عن اسم الله بأنه العظيم، ويعرف لما يقول أنه الكبير، كما جاء في الآية هنا وهو العلي الكبير. ولهذا يكرر على أسماع المسلمين في كل أذان الله أكبر، وهذه على إطلاقها ما فيها استثناء، أكبر من كل شيء وله الكبرياء والعظمة. والله أكبر تقولها في ركوعك وفي سجودك وفي صعودك مكانا مرتفع، فالله أكبر، ولتدرك أو لتدرك شيء من عظمة الله عز وجل وكبريائه وأنه أكبر من كل شيء أن تعلم أن السماوات مطويات بيمينه، كلها السماوات، السماوات مطويات بيمينه، وأنه يوم القيامة يضع الأرض على إصبع ويضع السماوات على إصبع. لكن الذين تأثروا بالفلسفة الوافدة التي هي من صنع بشر بدأوا يحرفون كلام الله عز وجل ويحرفون كلام رسول صلى الله عليه وسلم ويعطونهم معاني باطلة. ولهذا لماذا المسلمون يقولون لا يقبل تقبل العقيدة إلا من الكتاب والسنة، حتى لا نتأثر بهذه الفلسفات الوافدة، حتى لا نتأثر بما عند الكفار من فلسفات. فإنسان أعطاه الله الوحي، أعطاه الله الوحي المعصوم، يرجع إلى أفكار الناس. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن في يد عمر بن الخطاب نسخة من التوراة يقلبها، فيقول له ألم آتي بها بيضاء نقية، يعني شريعة ودين أبيض نقي من الله عز وجل، بل قال له أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، مع أن عمر الخطاب ما كان يريد منها أن يأتي بهدي جديد. وقال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وموسى على الحق وعلى التوحيد، فلماذا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن شريعته ناسخة وخاتمة، لأن شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة وخاتمة للشرائع. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الأزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإنسان عنده الوحي، عنده القرآن والسنة، ما حاجته إلى أن يأخذ من الكافرين في أمر دينه، أما في الصناعات في الزراعة في نحو ذلك فخذ ما تشاء، المفيد منها خذه الذي جربته غيره، أما في أمر دينك في أحكام حياتك في الحدود في الأحكام في مسائل البيع و في مسائل الحلال والحرام في مسائل
الأخلاق هذه ما ترجع لهؤلاء الكفار، ما ترجع لهم، وأنت قد أغناك الله بدين الله سبحانه وتعالى. وأخطر شيء الذي يرجع إليهم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في أسماء الله وصفاته يرجع إلى هؤلاء. وانظروا تأثير الالتفات عن الحق كيف فعلت بالناس هذه الأفاعيل التي لا زال المؤلفات المنتثرة المتأثرة بالفلسفة بقيت تنتقل من زمان إلى زمان. هذا شأن البدع، شأن البدع والانحرافات. فإن الله عز وجل من حكمته الكونية أنه جعل بيّن أنه سوف يحصل اختلاف كثير، يحصل اختلاف كثير، وهذه الفرق كل فرقة تروج لباطلها، والعصمة من ذلك هو أن تعتصم بالوحي، تعتصم بالقرآن والسنة، هذا النجاة. أما إذا دخلت في فلسفات الناس فإنهم يبهرجون لك ويظهرون لك الباطل في صورة الحق، لأنهم إذا تكلموا أتوا بأدلة، بعضهم يأتي بعشرين دليلاً ولا ثلاثين دليلاً يسميها دليل وهي في الحقيقة شبه، وهي شبه، وهي تروج على ضعاف المعرفة وضعاف العقول. لكن من عصمه الله عز وجل بالوحي فهذا لا يتأثر بذلك بإذن الله عز وجل. وإن كان الآن تلقن للأطفال، تلقن للأطفال وهم صغار مساكين ثم شباب، فيكبر عليها الصغير، فإذا اعتاد الناس على هذا الكلام ثم قلت لهم العالم الفلاني هذا كتابه، خاصة في مسائل العقائد، إذا قلت قال الجويني، قال بعد ومع الأسماء العظيمة، قال حجة الإسلام الغزالي، حجة الإسلام الغزالي، قال إمام الأئمة الجويني، قال كذا، الشاب المسكين والصغير يقول هذا ما حجة الإسلام، هذا خلاص. فالإنسان لا ينظر إلى الألقاب، الإنسان لا ينظر إلى الألقاب، هذا رئيس المفتين، هذا شيخ الإسلام، هذا كذا، لا يغرك هذا كله، ما هو دليله بس، انظر في دليله، هذا القول الذي قال به دل عليه الوحي ولا ما دل عليه الوحي، هل قال به الصحابة ولا ما قال به الصحابة. فإن كان لا دل عليه الوحي ولا قال به الصحابة ولا قال به التابعون فاعلم أنه من كيسه، لا تلتفت إليه. وقد أغناك الله عز وجل عن هذه الخزعبلات التي يشققونها في مؤلفاتهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقول فزع عن قلوبهم يدل على أن الملائكة لها قلوب، يدل على أن الملائكة لها قلوب ولها عقول تعقل، فهي أجسام. بعض من الناس يقول عن الملائكة أنها أرواح فقط، وهذا كلام ما هو صحيح، فإن لها قلوب، فزع عن قلوبهم، فلهم أجساد ولهم أجسام ولهم عقول يعقلون عن الله أمره، فلهم عقول ولهم أجساد، والله بين أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وهذه ليست من صفة الأرواح وإنما من صفات الأجساد. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرسول أنه رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. فالذين يقولون عن الملائكة أنه مجرد أرواح، هذا هؤلاء ما اعترفوا بالملائكة على حقيقتهم، ما اعترفوا بالملائكة على حقيقتهم، لأن هذا يدل على أنهم لهم أجساد ولهم أرواح. والملائكة كما تعلمون لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، وأن للملائكة عمار
وأن للسماء عمار من الملائكة، وكل سماء لها عمار خاصة، لأنه يقول إذا مر جبريل يسأله ملائكة كل سماء ماذا قال ربنا يا جبريل، فدل على أن السماء معمورة بالملائكة، وهم خلق كثير من خلق الله عز وجل، لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، فكيف تكون أرواح ولها أجنحة خضعانا لقوله، من تعظيمهم لله يخضعون لقوله سبحانه وتعالى. أما قوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني أن الوحي ينفذهم، يعني أن الوحي ينفذهم، وهذا ليس فيه تشبيه لصوت الله سبحانه وتعالى، هذا ليس فيه تشبيه لصوت الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، وإنما يحمل هذا، وإنما هذا القول مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهذا ليس فيه تشبيه، وإن كان الله عز وجل لما يتكلم بالوحي له صوت وكلام مسموع يسمعه جبريل وينقل هذا الوحي، ولما كلم موسى سمع موسى كلام الله عز وجل، لما كلم موسى فإن موسى سمع كلام الله عز وجل. يعني هنا أحيان في مسألة العلو قبل قليل يستشكل بعض الناس كيف إن الله سبحانه وتعالى يكون قريب من الخلق وهو العلي الأعلى فوق العرش، يستشكلون هذا، وهذا الاستشكال لا مبرر له، وسبب هذا الاستشكال هو ما يرد في الذهن من قياس الخالق على المخلوق. أما لو عرفوا أن الخالق لا يقاس على المخلوق فما ورد عنه، وأيضا يشتبه عليهم لما نقول إن الله مع المحسنين وإن الله مع المسلمين وأن الله مع المتقين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ونحو ذلك، فظن بعض الناس أن الله مختلط بالخلق في الأرض، وهذا الظن باطل، لأن الله أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء، لكنه مع خلقه بعلمه وتأييده وحفظه. وهم ماذا إذا كانت السماوات والأرض كخردلة في يد الله عز وجل، إذا كانت كخردلة في يد الله عز وجل فأنت معه. وأما هذا بعض من الناس يقول: طيب هذا المعية تقتضي الاختلاط؟ يقول: لا، ما تقتضي المعية، يحددها النص، المعية يحددها النص. ولهذا يقول العرب: نسير الليلة والقمر معنا، لما يقول العرب نسير الليلة والقمر معنا، هل هو يمشي معهم في الأرض؟ وهذا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الذي حدد هذا السياق، حدده السياق. رجل تسأله عن زوجته وهو مثلا مقيم في مكة وزوجته في اليمن، تقول: زوجتك معك؟ يقول: زوجتي معي، وهو يقصد أنها في عصمتي. ما الذي حدد ذلك؟ الذي حدد ذلك السياق، السياق يحدد ذلك، فالسياق يحدد ما المراد بألفاظ الألفاظ التي فيها المعية التي يحتج بها بعض المفتونين على الحلول والاتحاد وأن الله يحل في خلقه. وأيما استشكال
يرد على ذهنك فاصرفه عن ذهنك، واعلم أن الله لا يقول إلا الحق، واعلم أن الله ليس كمثله شيء، واعلم أن الله أكبر من خلقه جميعا. فهذه تعظم الله عز وجل، واصرف عنك هذه الاستشكالات التي يطرحها بعض الناس ويلبسون بها في مسألة القرب، قرب الله عز وجل من خلقه، وفي مسألة النزول لما ينزل إلى سماء الدنيا. فإن بعض من الناس يريد أن يفهم الكيفية كما، والكيفية لا يمكن، العقول لا تدركها ولا تحيط بها، بل التأمل فيها والسؤال عنها بدعة، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن كيفية الاستواء قال: الاستواء معلوم، نعلمه ونعلم معناه، والإيمان به واجب لثبوته، والسؤال عن الكيفية بدعة. قال: وللسائل: وأراك رجل سوء، وأمر بإخراجه من الدرس. السبب في ذلك أن السؤال الذي ورد على ذهني ما سأله الصحابة، كل الصحابة ما قالوا هذا ولا سألوا. لما يقول: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ما قالوا هو معنا الآن على الإبل، ما قالوا هذا ولا سألوا، ولا قالوا كيف نوفق بين هذا وبين العلو، وهم عرب فصحاء أقحاح، لكن يدركون، يدركون المعاني ويدركون سياقات الأدلة. قال: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيستمعها مسترق السمع. وهو ذكر أن الشياطين يعتلي بعضهم على بعض، يصعدون يريدون أن يسمعوا كلام الملائكة. وانظروا مع طول المسافة، وهذا يدل على أن الشياطين كثير. حتى لما وصفهم سفيان بن عيينة قال: هكذا على بعضهم على بعضهم على بعضهم إلى قريب السماء، بحيث يسمعون كلام الملائكة. ويدل على أنهم يعرفون كلام الملائكة، لأنهم يسمعون حديث يعرفون معناه، فهم يرتفعون ليأخذون من الملأ الأعلى، والملائكة يتحدثون في ما ذكر من مسائل من تقدير الله عز وجل التي اطلعوا عليها، وليس كل شيء يطلعون عليه، ففيه أمور غيب لا يعرفونها، فيه أمور غيب لا يعرفونها، لكن في أشياء أذن لهم أو عرفوها فيتحدثون عنها. فهذه الشياطين تستمع، ثم إذا سمع الأعلى أخبر الذي تحته، قال: سوف يحصل كذا، والذي تحته يخبر الذي تحته، فيرسل عليهم الله الشهاب. والشهاب هو شهاب نجم ينزل عليهم، أو قطعة من نجم تنزل عليهم فتحرقهم، لأنهم يسترقون السمع. أحيان ما ينزل الشهاب إلا وقد وصلت الكلمة إلى آخر واحد، وعند من تصل؟ من الذي يتعامل مع الشياطين؟ الشياطين يتعامل معهم صنفان من الناس: السحرة والكهان، السحرة والكهان، هذا الذي يتعامل مع الشياطين. وهذا يخرج منه قضية الجن المسلمة، فإن ما تدخل في مسمى الشياطين، وهذا موضوع مبحث آخر، هل ممكن أن يتعامل المسلم مع جني مسلم ولا ما يمكن؟ لكن يبقى إن الشياطين لا يتعامل مع شيطان إلا ساحر أو كاهن، والشياطين تعامل معهم لأنهم يعاونونهم على مهنتهم، ومهنتهم نشر الشر والكفر والباطل في الأرض، فيخدمون أوليائهم، يخدمون أولياءهم من السحرة والكهنة. وما الفرق بين الساحر والكاهن؟ الساحر هو الذي
ينفذ في رقى وعزائم فتؤثر بإذن الله عز وجل في أبدان بعض الناس وفي عقولهم وفي أموالهم ونحو ذلك. وأما الكاهن فهو الذي يدعي علم المستقبل، الذي يدعي علم المستقبل، لأن الأمر المستقبل لا يعلم إلا بوحي، فالذي يدعي علم المستقبل فهذا هو الكاهن. وكيف كلام الكاهن يروج على الناس؟ يروج بهذه الكلمة الصحيحة التي استرقها الجني وقرها في إذن وليه، فيقول مثلاً مرة من المرات، يعني سمع الملائكة يقولون سوف يحدث يوم 20 في الشهر سيول جارفة في المكان الفلاني، فينزل هذا الشيطان حتى إلى الكاهن فيقول سوف يحدث سيول جارفة بكذا في اليوم الفلاني، أو سوف يحدث مرض وبلاء في المكان الفلاني، فيقول للناس سوف يحدث ذلك، فيحدث فعلا، لكنه هو يقتصر على ما سمعه، لا، يزيد 100 كذبة. من الذي يزيد، الكاهن ولا الشيطان؟ كله محتمل. الشيطان من مهمته الكذب، والكاهن من مهمته الكذب، لكن يبقى أن هذه الحادثة التي أصاب فيها تمرر بقية الكذب، فكلما قال قول قال الناس أما تذكرون أنه قال مر كذا وكذا فطلعت صحيح، فقد تطلع هذه صحيح، يعني يقبلون 100 من الكذب لأجل واحدة من الصحيح. وهذا شان الباطل، أصل الباطل لا يروج إلا وفيه شيء من الحق، ولذلك الذين يروجون للباطل ما يتم بالباطل المحض، وإنما يلبسون عليه بشيء من الحق حتى يقبله الناس، يلبسون بشيء من الحق حتى يقبل، يعني في استدلالاتهم في كلامهم يلبسون، فيقبل الناس بناء على ما يسمعون من كلام ربما وافق الحق. فكذلك الناس يقبلون من الكهان لهذه الحادثة الوحيدة. وأما موضوع الكهانة والسحر فهذا سوف يذكره المؤلف في أبواب مستقلة سوف تأتي بإذن الله عز وجل. قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه، فدل على أن السجود بوضع الرأس وأن الملائكة لها رؤوس، فأول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. يعني هل يخبرهم بالتفاصيل؟ ما فيه، إنه يثبت أنه قال الحق، فهم يردون فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ولهذا ذكر المؤلف في هذه الباب عدة مسائل استنبطها من الآية والأحاديث، فقال المسألة الأولى تفسير الآية، وهو يريد بذلك أن هذه الآية فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يلتفت إلى تفسير غير تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذين لا يؤمنون بذلك يعني تمحلوا في تفسير الآية تفسيرات من عندهم. ولهذا إذا وجد التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى غيره البتة، فإنه نص في الموضوع لا يلتفت إليه،
إذا جاء التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى غيره، ولهذا قال تفسير الآية يعني تفسير الآية ثابت بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصاً ما تعلق على الصالحين، لأن الذين يتعلقون على الصالحين يقولون جاههم لا يرد، يقولون عن الصالحين جاههم لا يرد، فبين أن الصالحين يخافون من الله خوفاً عظيماً من الأنبياء والملائكة، وأنهم يأخذهم رعدة شديدة، وهم يظنون أن هذه الواسطة كلما طلب منها اشتغلت لا يردها شيء، وهذا جهل عظيم. يظنون أن يعني إذا دعوا مثلا يا حسين ولا يا بدوي ما له شغلة إلا هو وراهم، فلان محمود بن فلان قال كذا يا ربي، فلان بن فلان قال كذا يا ربي، فلان هذا كلام يعني هل هذا معقول حتى في العقل؟ هذه الملايين المملينة من البشر الذين يستغيثون بالحسين وعبد القادر الجيلاني وغيره، هو ما له شغلة إلا هذا؟ ما له شغلة إلا ينقل دعاءهم واستغاثتهم لله عز وجل وتوسط لهم؟ فهؤلاء لا قدروا الله حق قدره ولا عرفوا قدر الصالحين والأنبياء والمرسلين، هذا ما حصل. وانظروا أنتم لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هل كانوا طوابير كل واحد يأتيه ويقول ادعوا الله يا رسول الله أن أكون من أهل الجنة، ادعوا الله يا رسول، هل كانوا يقولون ذلك وهو بين أظهرهم وموجود؟ لأنهم يدعون الله مباشرة، إذا حصل مناسبة ولا فرصة فعلوا ذلك. ولو كان الرسول، لو كان كل واحد في المدينة من الرجال والنساء والولدان لا بد أن يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، ما اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، ما اشتغل، صاروا طوابير عليه. لكن هذا ما حصل، هذا ما حصل. يعني إذا حصل مناسبة مثل حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلما قام عكاشة وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم، فقام الثاني، معناته الأمر سوف يستمر لو فتح الباب، فقال سبقك بها عكاشة، انتهى خلاص، لأنك أنت تسأل الله مباشرة، أنت تعبد الله مباشرة. ثم الصالحون الآخرون وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة الراشدين، هل كان الصحابة أفواج إذر أفواج عليهم يقولون ادعوا الله لنا؟ فما بالهم هؤلاء على قبور الأموات أفواج إذر أفواج؟ أليس هذا هو يعني الشرك الوثني بحذافيره؟ نفس صورة هبل ومنات نفس الصورة تماما، وهم ما يريدون منهم إلا الوساطة يتوسط، يعني كأنه متفرغ للوساطة بس شغال للوساطة. فهو يبين أن هذا حال الملائكة هذا يدل على أنهم ليس لهم من الأمر شيء، وأنهم يخافون الله عز وجل خوفا عظيما ويصعقون إذا سمعوا كلامه، وهم يخافون كما تخاف أنت ويرجون كما ترجو أنت، فعليك بالله عز وجل الذي يسمع السر وأخفى. هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني أن الله لا يقول إلا حقا، فكل وحي حق، وهذا أمر مقطوع به، هذا أمر مقطوع به، فإن الله لا يقول إلا حق. الرابعة، المسألة الرابعة، سبب سؤالهم عن ذلك، لماذا سألوا؟ لماذا الملائكة سألوا وقالوا ماذا قال ربنا؟ إن جاوبت يا أبو حذيفة
لماذا سألوا؟ وماذا نستنبط منها؟ في الدرس القادم نذكره.